نقدم واحد لانفيتاسيون ل مروكان ترافلز كوميونيتي الى بغاو يكون هاد ليفينمون هادي ايفينمون سنويه السلام عليكم بوشبيبانو لا بروميير فام ماروكين ان افريكان غرافير ليفرست Dédicace pour l'événement Moroccan Travel Story. L'Everest, c'est une très grande expérience où j'ai appris à me reconnaître mieux, à réaliser un rêve. Ce qui m'a permis de réussir l'Everest, c'est de croire en moi. Donc j'étais très confiante. Pour les gens de l'événement, je vous dis, croyez en vous, osez rêver, rêvez grand, croyez en vous et ne baissez jamais les bras. Inch'Allah, vos rêves vont devenir une réalité. Merci. Pour l'occasion, c'est la première fois que je suis avec des noms معروفين في المغرب كتجلس معاهم كتيشانجي معاهم اي اون ابران او ميم طون واخا الصراحه كان اليوم الجو شويه قاصح مي مالغري لي زومبيشمون في كتلاقى مع ناس كتشوفهم بور لا بروميير فوا دون لا في ريال مول في كنقراو غير لي بوست ديالهم في الفيسبوك نصيحه اللي غنصح اي بنت الى عندها هدف في حياتها تفكر ليه مزيان والزواج ما كيطيرش وما كيهربش ياك تقرا تحقق اهدافها شوف طموحها هي شنو هو والاحلام راه كتحقق كتحقق ممكن ندير لها بوز بحال اللي درت انايا الحلم ديالي باني نسافر واحد 10 سنين واحد 11 عام ولكن الحاجه المهمه هي تحققيه وقتاش ما غادي يتحقق هادشي كامل اللي درته في حياتي كنعتبره يلا بديت حيت هادشي البدايه اللي غنمشيو لواحد الحاجه بعيده وديك الحاجه بعيده وهو انه باغي نوصل اهداف اللي ثقافيه لا اقتصاديه نقدر نقول على اللون ثقافيه انا باغي نوصل واحد الفكره ولكن ما قدرتش نوصلها بواحد الصوت ديالي اللي كان لواحد الانسان عادي عايش حياه بسيطه باغي نوصلو بواحد الحاجه وما لقيتش ما احسن من الصفر اللي لقيت بزاف ناس دابا كيعرفوني غير من الصفر Don't be afraid, be fearless because your life is short, you need to enjoy it and if you don't do it now, maybe tomorrow you will not be here anymore so you need to enjoy your life now and traveling gives you so much insight in the world and it gives you such a great source of education so don't be fearful to travel the world especially women come on get out of your house and travel in order to see the world to discover and to feel free كيتبان لي بان السفر راه ماشي حكر للناس الاغنياء لان هذه هي الفكره اللي عندنا حنايا بزاف ديال الناس اللي كانوا تيتابعوني تيعرفوا الطريقه ديال السفر ديالي غادي يعرف بانني تنمشي بواحد السفر اللي هو منخفض التكلفه تنحاول انني ما امكن انني نعيش بهذاك المبلغ اللي عندي ملي كتجي كتلقى مع واحد الانسان مغربي تقول لك شنو السبب اللي مخلاكش تسافر تقول لك الفلوس الهدف الاول اللي كان عندنا هو اننا نديروا واحد ليزون ما بين هاد الناس اللي كيبراتيكوا هاد الهوبي ديال لا روندون يعني كانوا الناس قلال في المغرب في ديك الوقيته وبقاو غاديين وشي كبروا وشي كي انسبيري شي وشي كيشجع الاخر انه يبدا في هذا المجال هذا يعني قدرنا نوصلوا دابا لواحد النومبر ديال لي فان انه 200000 لاباج الناس اللي كتسافر وكترحل النمط ديالنا في الحياه اللي هو السفر والترحال كنمشيو كنشوفوا ثقافات واحد اخرين ناس واحد اخرين دول واحد اخرين عادات وتقاليد واديان واحد اخرى يعني ضروري خاص يكون تسامح وخاص تكون لا توليرونس وخاص تكون البيس باش يمكن لك تتعاشر مع الناس كاملين ما يمكنش انت تمشي لشي بلاصه واحده اخرى وتفرض الاراء ديالك على داك الناس يعني ما كاينش التسامح والبيس والسلام راه ما يمكنش هادشي علاش اختارينا هاد الشهر الاول ايديسيون سين مكي تبارك الله عاوننا بزاف وفي نفس الوقت بغينا نديرو هاد الفيلمو هذا بغينا نديرو في واحد الوقت وجيز حيت الدراري تابعوهم الصفار وكلهم كنا كنلعبو غير على الوقت والحمد لله جمعناهم وقدرنا نطلعو هاد الفيلمو كما كتشوفو دابا ايفان جو فيليسيت نبيل شكرا لك بزاف وتبارك الله عليك شكرا شكرا